اليوم إن شاء الله المحاضرة الأولى في مادة علم الأدوية 2، بشكل محدد بدنا نتحدث في الإندوكراين فارماكولوجي عن البيتوتري فارماكولوجي. كلنا بنعرف بالنسبة لتنظيم جهاز الغدد الصماء إنه في عنا غدد وظيفتها بشكل أساسي تعمل الكنترول. هون الحديث بيكون عن الهايبوثالامس وعن البيتوتري جلاند. وعندما تذكر الهايبوثالامس تلقائيا البيتوتري جلاند تلفظ معها، نحكي دائما هايبوثالاميك بيتوتري اكسس، هايبوثالاميك بيتوتري اكسس. ايش طبيعه الاكسس، ايش طبيعه العلاقه ما بين هاي الغدد؟ هو عباره عن علاقه تنظيميه، بمعنى الهايبوثالامس تعمل على افراز هرمونات متنوعه. بشكل أساسي عندنا 6 هرمونات تفرز من الهايبوثالامس. هذه الهرمونات تؤثر على البيتوتري جلاند اللي بدورها تقسم ل anterior و posterior gland، anterior pituitary posterior pituitary. ال anterior pituitary بتعطينا 6 هرمونات اللي هي الجروث هرمون، الجونادوتروبينز ال FSH و ال LH، TSH وال ACTH adrenocorticotropic هرمون، thyroid stimulating هرمون والبرولاكتين. هذه الهرمونات الست وين بتأثر على other glands، إشي منها endocrine إشي منها non-endocrine. عندنا الجروث هرمون بيأثر على الليفر مينلي، الجونادوتروبينز بيأثر على الجونادز على الأوفري عند الفيميل والتستس عند الميل، TSH بتأثر على الثايرويد gland، الـ ACTH بأثر على الأدرينال كورتكس، أدرينو كورتيكو بأثر على الأدرينال كورتكس، والبرولاكتين بأثر على البريست. في الـ posterior pituitary gland فينا 2 هرمونز، الـ antidiuretic هرمون اللي بأثر ميل على الـ renal tubules، بيشتغل على الـ water retention والـ water excretion، والـ posterior الهرمون الثاني الـ oxytocin اللي بأثر على الـ uterus والـ breast. في اختلاف جوهري ومهم ما بين هرمونات الـ anterior pituitary gland وهرمونات الـ posterior pituitary gland. اللي بنعرف ان هرمونات الـ anterior pituitary gland تصنع بشكل اساسي في داخل الـ anterior pituitary gland في الغده نفسها. العلاقه ما بينها وما بين الهايبوثالامس علاقه كنترول، بمعنى كنترول لايش؟ كنترول للريليز. يعني الـ anterior pituitary gland بتصنع الـ growth hormone، الـ hypothalamus بتنتج 2 hormones اللي هما الـ growth hormone releasing hormone والـ growth hormone inhibiting hormone. هدول الـ 2 hormones بتحكموا بإيش؟ بالإفراز تبع الـ growth hormone. كمان مرة الـ anterior pituitary بتفرز لنا TSH، الـ hypothalamus بتفرز الـ TRH thyrotropin releasing hormone اللي بتحكم بإفراز الـ TSH. كمان الـ ACTH يفرز من الـ anterior pituitary، بيجي من الـ hypothalamus CRH corticotropin releasing hormone. الـ LH والـ FSH تنتج من الـ anterior pituitary، يتحكم بإفرازهم الـ gonadotropin releasing hormone. وآخر شيء الـ prolactin ينتج في الـ anterior pituitary اللي بيتحكم بإنتاجه أو إفرازه اللي هو الـ prolactin inhibiting hormone أو الـ prolactin inhibiting فاكتور. طبيعة الكونكشن ما بين هايبوثالامس وما بين anterior pituitary كنا بنعرف عبارة عن vascular connection. الوضع مختلف في posterior pituitary. ليش مختلف؟ لأن posterior pituitary فعليا ما بتنتج هرموناتها، الأوكسيتوسين وال ADH تنتج في السيل بوديز في الهايبوثالامس، في الهايبوثالامس تصدر من خلال الأكسونز إلى posterior pituitary gland وتخزن في النيرف تيرمينالز، في الاكسونال تيرمينالز تبقى الاوكسيتوسين والانتيديوريتيك هرمون مخزنه فور فيرذر ريليز، يعني لما في اوامر لافرازها تفرز في السيركيوليشن. هذا بالنسبه للتنظيم اللي موجود ما بين الهايبوثالامس مع الانتيريور بيتوتري جلاند. اذا فقط كنترول للريليز، هايبوثالامس مع البوستيريور جلاند إفراز وتصنيع وتصدير لهذه الهرمونات.
هذه المقدمة تذكير في الفسيولوجي مشان نبني عليها بالنسبة للفارماكولوجي. نبدأ بالمستوى الأعلى وهو الهايبوثالامس. في عنا هرمونات الهايبوثالامس اللي هي اندوجينوس اللي تفرز من الجسم. الآن في عنا بعض الأدوية اللي راح تعمل مانيبوليشن، تتدخل في إنتاج أو عدم إنتاج هذه الهرمونات في حالات مرضية محددة. الآن لما نحكي عن الهايبوثالامس نحكي عن ريجولاتوري هرمون. إيش هم الريجولاتوري هرمون؟ GHRH اللي هو الجروث هرمون، ريليزنج هرمون. وبنحكي كمان عن الهرمون أو الجونادوتروبين ريليزنج إنهيبيتنج هرمون اللي هو GHIH. نرجع للجروث هرمون، نتذكر بعض المعلومات المهمة. الجروث هرمون ريليزنج هرمون بيطلع من الهايبوثالامس، بيروح سبيسيفيكلي بيرتبط على الانتيرير بيتيتوري على على ريسبتورز خاصه في هذا الهرمون. شو بيعمل؟ بيعمل لنا رابيد ريليز للجروث هرمون. تذكروا الاسم الاخر للجروث هرمون اسمه سوماتوتروبين، سوماتوتروبين. اذا الجروث هرمون بيحفز انتاج الجروث هرمون سوماتوتروبين من الانتيرير بيتيتوري. طيب الجروث هرمون عندما ينتج تحت تنظيم وتحفيز من الـ GHRH في عنده two pathways. في عنا direct pathway اللي هو بشكل أو بآخر metabolic، في عنا indirect وهو المسؤول عن عملية الـ growth. ليش سمينا indirect؟ لأن الـ growth hormone ما بيشتغل directly على البون وعلى المسلز حتى تتم عملية البناء وعمليات النمو، وإنما يعمل بشكل indirect. كيف يعني indirect؟ الgrowth hormone زي ما اتفقنا بروح على الليفر وأذر تيشوز، بيحفز الليفر على إنتاج الانسولين-like growth factors، عوامل بناء. هذه بناء عوامل بناء وين بتروح؟ بتروح على البون، على skeletal، فتعمل على تحفيز إنتاج الكارتليج وتحول الكارتليج في عملية الأوسيفيكيشن لبون. وكمان بيروح على الإكسترا سكيليتال. وين يعني إكسترا سكيليتال؟ يعني على المسلز والتيشوز، فبيساعد في عملية البروتين سينتيسيز، سيل جروث and proliferation. من هون أخذ اسمه جروث هرمون، هرمون النمو. إذن هرمون النمو بيعمل بشكل indirect من خلال الليفر، من خلال إنتاج الإنسولين like growth factors. الآن نيجي للدايركت أكشن of the growth hormone. الدايركت أكشن للgrowth hormone الميتابوليك هو عبارة عن anti-insulin. Anti-insulin إيش يعني anti-insulin؟ الإنسولين كهرمون هو عبارة عن anabolic hormone، فanti-insulin إذا تأثير الgrowth hormone بده يكون كتابوليك. نيجي على الفات، بيعمل عملية increase the fat breakdown and release، بيعمل على increase the blood glucose. إذا تأثيره كميتابوليك بيكون anti insulin. تذكروا anti insulin، هذا الكلام later on في له أهمية. طيب إيش الأبنورماليتيز المرتبطة باعتلالات الجروث هرمون أو اعتلالات مستويات الجروث هرمون؟ في حالات الهايبر سيكريشن بيعمل جاينتزم. إذا صار الهايبر سيكريشن إمتى؟ في الأطفال. إيش يعني بالأطفال؟ قبل ما تصير عملية كلوجر للإبيفيزيال لاين أو الإبيفيزيال بليت، بمعنى في مجال ستيل للطول العمودي أو للنمو الطولي في العظام. ولكن إذا حصل الهايبر سيكريشن عند الأدلت، يعني صار في عندنا كلوجر للإبيفيزيال بليت، ما في مجال لاستطالة العظام. هون التركيز وين بيكون؟ إكسترا سكيليتال. فبنلاقي التيشوز والمسلز اللي حوالين العظام هم اللي فيهم تضخم، فهذا المصطلح بنسميه أكروميجال. الهايبوسكريشن في الأطفال اللي ممكن يؤدي إلى دورفيزم، هذا الاعتلال المقابل. طيب نيجي على الجزء الآخر. لما قلنا في عنا growth hormone releasing، في المقابل في عنا growth hormone release inhibiting أو بنسميه somatotropin release inhibiting hormone. شو اسمه هذا الهرمون؟ somatostatin.
إذا السوماتوتروبين والجروث هرمون يتأثر positively بال GHRH negatively بال SST اللي هو السوماتوستاتين أو الجروث هرمون ريليز inhibiting هرمون. هل السوماتوستاتين هل يعمل فقط على الجروث هرمون؟ الجواب لا، وبيأثر على إنتاج الجروث هرمون بالإضافة لمين؟ في عنده كروس أكتيفيتي على الـ TSH من الـ pituitary gland. هذا واحد. اثنين، بيعمل inhibition للريليز of glucagon and insulin من الـ pancreas. نشوف شو أهمية الكلام. بيعمل inhibition للريليز لبعض الـ gut peptides، بعض الهرمونات البروتينية اللي تفرز من الـ GI مثل vasoactive intestinal polypeptide نسميه الـ VIP والجاسترين. كمان بيعمل inhibition للـ proliferation of some cells. إيش التطبيق العملي كفارماكولوجي؟ في عنا analog، لما نقول analog مشابه، ففي عنا somatostatin analog اسمه octreotide. هي أول دواء بنسمع فيه هون في المساق اسمه octreotide. إيش هو الاكتريوتايد كما مرة؟ هو عبارة عن أنالوج للسوماتوستاتين، يعطى بشكل parenteral إما subcutaneous أو intramuscular أو IV injection. طيب بما الحديث عن سوماتوستاتين أنالوج، إيش يعني سوماتوستاتين أنالوج؟ يعني growth hormone release inhibiting hormone analog. وين بدنا نستخدمه؟ بدنا نستخدمه في الحالات اللي فيها abnormalities في هذا المضمار. لاحظوا اشتغلنا وين؟ growth hormone، TSH، glucagon، insulin، VIP، gastrin. فلما يكون في عنا acromegaly ناتج عن إفراز مفرط للgrowth hormone ممكن نستخدم octreotide. نستخدمه في حالات الفايبوما. إيش هي الفايبوما؟ أوما تيومر، فايبوما يعني تيومر بيعمل هايبر سيكريشن للفي اي بي اللي هو الفيزو اكتيف انتستينال بوليبيبتايد. هذا الفي اي بي شو بيعمل؟ بيعمل سيفير دياريا. فاستخدام الاوكتريوتايد لعلاج الدياريا، بس مش للدياريا العادية، للدياريا الناتج عن الفايبوما والتيومر بينتج الفي اي بي. كمان يستخدم في علاج الجاسترين نوما، أوما تيومر بيفرز الجاسترين، جلوكاجونوما على نفس المنوال، أوما بيؤدي لتقليل الجلوكاجون. كمان ممكن يستخدمه في بعض الأدينوماز تيومرز اللي بتفرز TSH، تفرز TSH. طيب هذه كلها واضحة، نحكي عن إفراط في إنتاج بعض الهرمونات نستطيع علاجها من خلال استخدام أنالوج للسوماتوستاتين بيقلل من إنتاج هذه الهرمونات. طيب بيجي بكينا نستخدمه بالفاريسيال and upper GI bleeding، نزيف الجهاز الهضمي العلوي الناتج عن إيش؟ عن الفاريسز. إيش يعني الفاريسز؟ فاريسز يعني دوالي. إيش يعني دوالي؟ يعني عبارة عن blood vessels متضخمة في الـ walls تبعت الـ esophagus. هذه الـ varices ممكن يصير فيها rupture، ممكن يصير فيها تمزق، بالتالي تعمل لنا upper GI bleeding. شو علاقة الـ octreotide بهذه الـ varices؟ علاقته انه بيعمل لنا vasoconstriction، بيعمل vasoconstriction وين؟ في الـ splanchnic arteries، في الأوعية الدموية المغذية للجزء العلوي من الـ GI tract، بالتالي بيقلل من النزيف. هذا بالنسبة للشق الأول اللي هو يتعلق بالأوكتيريوتايد. طيب لهون بنكون حكينا عن أول إيجنت في المستوى العلوي اللي هو في الهايبوثالامس، عبارة عن أنالوج للسوماتوستاتين. نروح للشق الثاني في الهايبوثالامس ونحكي عن الجونادوتروبين ريليزينج هرمون والانالوجز تبعت هذا الهرمون. لما نقول جونادوتروبين ريليزينج هرمون، هو الهرمون اللي بيتحكم بانتاج الـ LH والـ FSH.
هون في عنا مجموعة الأجونست نسميهم رينين جروب، ومجموعة الأنتاجونست نسميهم ريلاكس جروب. كمان مرة، جونادوتروبين ريليزينج هرمون أنالوج أجونست، وفي عنا جونادوتروبين ريليزينج هرمون أنتاجونست. في الأجونست جروب عنا جونادرولين، تريبترولين، نافرولين، جوزرولين، هيسترولين، بإضافة لإيجنت اسمه ليبرولايد. شو اسمه؟ ليبرولايد. هذه الإيجنتس إلها استخدامين مختلفين، أو تستخدم لغرضين متناقضين بناء على طريقة الأدمينستريشن. كيف يعني؟ يعني تعمل كأجونست، وهو اسمها أجونست، إذا استخدمناها بآلية معينة، وممكن تؤدي غرض الأنتاجونست إذا استخدمناها بطريقة أخرى. كيف؟ الطريقة الأولى الاستخدام اسمها Pulsatile Administration. إيش يعني Pulsatile Administration؟ يعني Short Term or Pulsatile Administration of the Agonist every 1 to 4 hours. كيف يعني؟ يعني Up and Down. مستوى الهرمون أو مستوى الأجونست بصير فيه بيكس. بمعنى أو بآخر بدي حاكي آلية إفراز الجونادوتروبين ريليزنج هرمون الفسيولوجية. في حال إعطاء هذا الهرمون بشكل بالساتايل أون أوف، تأثيره رح يكون إيجابي. كيف يعني إيجابي؟ يعني بدي أدي لزيادة إفراز الـ LH والـ FSH. هون بنستخدمه في علاج بعض حالات الانفيرتيليتي، تحديدا حالات الانفيرتيليتي الناتجة عن مشاكل الاوفيوليشن. احنا بنعرف انه في الميد سايكل، في وسط الدورة، عملية الاوفيوليشن مضبوطة بال FSH والLH. بالفيز الأولى في 14 يوم الأولى الفوليكولر ستيمليتينج هرمون بيكون يحفز الفوليكل تنضج مشان يجهز لخروج الأوسايت أو لخروج البويضة. في الميد سايكل شو بصير في عنا؟ LH سيرج يعمل على إخراج البويضة من الفوليكل فتحدث عملية الأوفيوليشن. في بعض حالات الانفيرتيليتي ناتجة عن مشاكل الأوفيوليشن، يعني ما بتتم عملية الإباضة بشكل صحيح، فإعطاء البالساتايل جونادوتروبين ريليزنج هرمون أجونست بحفز الـ LH، بحفز الـ FSH، يعني بحفز الفوليكل ماتوريشن وبحفز الـ LH سيرج، فبساعد في عملية الأوفيوليشن وبالتالي علاج الانفيرتيليتي، في حال بيعالج الانفيرتيليتي. هذا بالنسبة له اللي هو الجونادوتروبين ريليزنج هرمون أجونست. في الجانب الآخر اللي هو الكرونيك أدمينستريشن. إيش يعني كرونيك أدمينستريشن؟ يعني إعطاء الدواء بشكل ديلي، بشكل ديلي نعطيه على شكل إمبلانت حيث يعطينا sustained and slow release للجونادوتروبين ريليزنج هرمون 2 to 4 weeks بشكل continuous. شو اللي بصير لما نعطي احنا الأجونست لهذا الهرمون بشكل continuous؟ بيعمل لنا down regulation، بصير في عنا inhibition للrelease of LH and FSH. هذا الكلام شو بيعمل؟ بيعمل reduction في الجونادوتروبين releasing hormone receptors في الأنتيريور pituitary. شو بده يكون تأثيره هون؟ بده يكون تأثيره عكسي. إيش يعني عكسي؟ أنت قللت الـ LH وقللت الـ FSH، شو بدي يصير لما يقل الـ LH والـ FSH؟ بدي يقل مستويات الجونادل هرمونز الأندروجينز والإستروجينز. طيب هذا الكلام شو أهميته؟ وين ممكن الاستفادة منه؟ واحد، في حالات البريكوشس بيبيرت، عملية البلوغ المبكر، يعني لما تظهر السيكشوال كاركترستيكس في وقت مبكر قبل أوانها، إعطاء هاي الأدوية تعمل على تقليل الأندروجينز والإستروجينز
وبالتالي بتقلل أو بتأخر من ظهور علامات البلوغ، أي بلوغ البلوغ المبكر. اثنين، نستخدمها في علاج بعض الكانسرز والهايبر بليجياز الناتجة عن إفراط إنتاج الجونادال هرمونز، مثل واحد بروستيت كانسر. بروستيت كانسر لو فكرنا البروستيت كجلاند نموها يعتمد بشكل أساسي على الأندروجينز، البريست كانسر بيعتمد بشكل أساسي على الإستروجين. لما أنا أعطي دواء يقلل إنتاج الأندروجين بكون عالجت البروستيت كانسر، يعني قللت أو عملت ديبريفيشن، حرمت الكانسر المادة المغذية له. نفس الشيء في البريست كانسر بكون قللت الإستروجينز وبالتالي قللت غذاء هذا الكانسر. في حالات أخرى زي الإندوميتريوسيس اللي هو مرض نسميه بطانة الرحم المهاجرة. شو يعني بطانة الرحم المهاجرة؟ يعني إندوميتريال تيشو، إندوميتريوم، بطانة رحم تنمو وتنبت لأسباب غير طبيعية في مكان خارج الرحم، ممكن في الفالوبيان تيوب، ممكن في الأوفري، ممكن في الأبدومين، وتتصرف بتصرف مشابه للإندوميتريوم. بمعنى لما يصير في زيادة في LH والFSH بيصير في thickening للإندوميتريوم، هذا التشو بيصير له proliferation، فبدي أنا أمنع نمو هذا التشو. كيف بدي أمنع نمو هذا التشو؟ من خلال تقليل LH والFSH. مشكلة رابعة اسمها الفايبرويدز، أو اسميها بالعربي ألياف الرحم، fibroids ألياف الرحم. هذه الفايبرويدز كمان بنائها ونموها بيعتمد على الاستروجينز، بيعتمد على LH وعلى الFSH. إذن كل الفكرة يا جماعة في الكرونيك أدمينستريشن أن أعطي continuous administration للجونادوتروبين ريليزنج هرمون أنالوج، باجي بعمل داون ريجوليشن للLH والFSH ريليز. هذا الكلام بيقلل الريسبتورز في الأنتيريور بيتوتري، فبيقلل من أندروجينز والاستروجينز. إذن الجونادوتروبين ريليزنج هرمون agonist إذا أعطيته بالساتايل بكل تأثيره إيجابي، إذا أعطيناه بشكل كرونيك بيكون تأثيره وكأن، ركز كلمة وكأن، نعطيين antagonist، وكأن نعطيين antagonist. كسايد إفكت لهذه الأجنتس، في عنا بداية عند الفيميل hot flushes and sweating. ايش يعني hot flushes and sweating؟ hot flushes يعني عباره عن نوبات حم، احمرار، توهج بتصيب الجسم عند الفيميلز وتعرف. هذه العلامات تحدث بشكل اساسي في فتره البوست مينوبوز. شو سببها؟ نقص الاستروجين. طب احنا هون اذا اعطينا كرونيك ادمنستريشن احنا قاعدين بنقلل الاستروجين، انا متوقع تعمل لنا هوت فلاشز اند سويتنج. اثنين، ديمينيش ليبيدو، ما هي لما بتقل الاستروجينز من علامات سن الامان انه يصير في عندنا او عند الفيميل ضعف في القدرات الجنسيه او الرغبه، بالتالي بيؤدي للاكتئاب. الاوفيريان سيست، شو يعني اوفيريان سيست؟ تكون او تكيس المبايض. شو سبب تكيس المبايض؟ تكيس المبايض سببها انه في عندنا نقص للاستروجين. كونترا انديكيشن، ممنوع استخدام هاي الايجنتس في البريجننسي وفي البريست فيدنج. ليش ممنوع استخدامها في البريجننسي والبريست فيدنج؟ عم بتاثر على نمو الفيتاس الجنين. عند الميل كمان تعمل هوت فلاشز وإديمة، تعمل امبالانس في الهرمونات تاعت الذكوره، ممكن تعمل بون بين بالاول. ليه؟ هل هي اي نعم انتاجونست او هي نعم اجونست، اشتغلت كانتاجونست ولكن في البدايه هي اجونست، وبالتالي رح ترفع مستوى التستوستيرون. لما بيرتفع التستوستيرون بدايه هذا الكلام بيؤدي لسرعه في نمو العظام. كمان ممكن اثر على الليبيدو، وممكن تعمل جاينيكوميستيا. ليش جاينيكوميستيا؟ لانه وصار عندنا إمبالانس ما بين الأندروجين وما بين الإستروجين عند الميل. نتوقف لهون اليوم، وبالمحاضرة
القادم إن شاء الله بنكمل الجزء الآخر.